يلا مرحبا بكم. الله يبارك فيك. مرحبا بكم. انا طيبت هادشي كامل. صندوق من البارح وانا كنعجن. صندوق من البارح وانا كنعجن. يعني حارقة تبارك الله. غير اسكت. يلا دابا بغيتي الاورنج ولا لافوكا؟ لا عطيني افوكا. الاورنج اللي جاك ساهل. ودابا الاورنج ولا لافوكا؟ شنو عصرت انت؟ عصرتهم كلهم. دابا شنو؟ يلا بغيتي. لافوكا. يلا. هادشي تخيل ماشي انا اللي عصرتهم. بارك شكرا. شكرا. امل؟ اورانج. هادشي انا كله عصره جابه من المزرعه. الله يبارك فيقنا كي كنت كري اليوم. فقت مع 6 الصباح مع شقه تاع رمضان والتعب. كيفاش حسيتي؟ غير سكتي. بس واحد يعني تعرفي وحده حادقه بحالي ما كتخممش. دابا غنخلي لنا الشك واش حاجه ولا الحاجه مسكينه يمكن هي اللي كانت هي اللي كتطيب صراحه. انا يعني ما كتخلينيش ندخل الكوزينه. ما كتخلينيش كاع ندخل الكوزينه ماما. ولكني امين يا رب العالمين. ولكني شدني طبعا هذا الطون مغربي ضروري في الحليب. ضروري في الحليب. انا الله حلبت الحليب. حلبت من واحد المعزه هنا له في الدار. شكرا بزاف. يلا قول دابا الله اكبر. ايوا واش كتعاودوا؟ يمكن نعاودوا مور ما ناكلوا. يلا تفضلوا. عينينا كيبقاو غير معنا. حنا الحريره. الحريره عبد الله. ما يدوش ما يدوزناش. ما يدوش بلا حريره. ناري فطور بلا حريره. انا مديت يدي انا. قدر دارك يا صاحبي. خذ تميره. بسم الله. طبعا البيض لابد منه في الفطور المغربي. حنا عندنا البيض والحريره والتمر والحليب وما اهم حاجه في الفطور. الشباكيه ولكن ما درتش الشباكيه انا نسيت نديرها. كديرها بيدك؟ شنو هي؟ الشباكيه. انت ما كتسميوها انتوما لا عندكم غير كتسميوها المخرقه يمكن لا؟ نو بصح باش مصنوعه بالديول هكا ولا؟ ما عرفتش مصنوعه. هي لونها براون يعني هي كتسولي جليله ما شاء الله. صباح في الكوزينه. بقات لي غير الشباكيه نديرها. لا بصح هي لونها براون فيها سمسم فيها كتخلط الزيت ودا في العسل عندكم كديروها اشباح الصفره. اشباح الصفره؟ اشباح الصفره. ايه ممكن هذه هي دايره هكا. ماني شايفتها هذه بصح هي دايره هكا. مشبكه. من الحاجه اللي بيناتنا كامل الحريره. ثانك يو. ولي كنت تكب عليك. عندك سكون نعيمه اللي طيبت. اولي. هذه هي الحريره طبعا. شكرا. اوه. الحريره انا اللي دايراها. كتكذبي. دابا. كتكذبي بعدا علينا غير في الماكله. غير في الماكله. والله انا على فكره بزاف انت عارفني صريحه ما كان صح ما كنبغيش نلف وندور. ايه صح. امال فطرين يعني الا بقيتي متبعه جريمه ما غاديش تفطري. غاديش تفطري. حيت انا حتى دابا باقي ما فطرتش. انا كي شفتها فرحت بزاف اليوم. فرحتي اكثر من هكا. والله ربي يخليك انا فرحانه كثير. وبليس تهضر بالمغربيه بزاف. بغيتكم ديما عندي. والله بغيتكم ديما عندي. شكرا كثير. هذه الحريره المغربيه بحال الجزائريه؟ شويه احنا عندنا حريره بزاف بصح متفرقه على حسب المناطق. بالغرب في الشرق. انتم الحريره ديالكم كيفاش دايره؟ هذا شي حاجه هكا كيتحط فوقها العسل. ولكن ماشي انا ماشي اللي دايره. شي حاجه هكا. لا لكني دابا غتجيب العسل خاصها تحط العسل فوق. شي حاجه هكا يعني بحال الخبيزات. شفنج. بحال الشفنج. شفنج بطريقه انتم كتسميوه الخفاف. ممكن ايه الخفاف. ايه صح الخفاف. الخفاف ولا الثقال؟ معليش انا ملي كنكون صايمه كنبغي نكت. كنكون صايمه كنبغي نكت بزاف. اوكي انا قلت نرجع انا كنفطر بعد. افطر بالصحه. بالصحه. الله يعطيك الصحه. ايوا اسمح لي نسيت نعطيك المعالق. انتم كتقولوا جزائري عاشق لا؟ المغارف. مغارف. ايه احنا ما شاء الله طلعت جليلة حبقة. راس حبقة ولكن حتى حد ما عارف هذا السر انا مخليه. ولكني دابا درتي بيبليسيتي للمشاهدين باش تعرفوا بلي جليلة باش عرفوا راني حبقة. حبقة وراه كنضحك عليكم. كنا كنهضروا من دابا شوية جليلة على
انا كي كتفتخر بالمغربيه ديالي طبعا مؤخرا يعني في هذه الفتره الاخيره بزاف تاع الفنانات الله يهديهم اللي تهما في دول الخليج دول الخليج ويمكن يلاه كما كنقولوا بالمغربيه قطرات عليهم السماء ومشاو للخليج. انت مولوده هنايا ما كتقوليش بانك لا خليجيه ولا صبيونيه ولا وما لا قطر عليهم السقف وبداو كيقولوا بانهم ما ماشي مغربيات ما كيعرفوش يهضروا بالمغربيه ما. شنو رايك فسمعتي اكيد سمعتي هاد الفنانات هادو مؤخرا طبعا سمعت يعني بالبلا اللي داروا طبعا سمعت ماشي وحده ماشي جوج ولكني ما عرفتش غادي نقول لك صراحه. انا حاجه وحده بغيت نقولها ليهم اللي ما عنده اصل ما يتسناش البلاد اللي هو قاعد فيها تطلع منه شي حاجه مزيانه للبلاديه اللي كينسب راسه ليها فهمتيني واللي ما عنده اصل بلا ما نضيعوا وقتنا ونهضروا عليه حيت هو اصلا ما عنده اصل حيت حشومه بلاد يعني انت عايش فيها طول عمرك وبلادك والناس كلهم عارفين انك انت كتهضر باللهجه المغربيه وعارف انك انت مغربي حشومه تنكر من اصلك وتنكر من جذورك لان في النهايه يعني ما تسناش ديك البلاد اللي انت قاعد فيها تسنى منك الخير حيت البلاد اللي هي ولداتك ما درتيش فيها الخير انت بخصوص انا يعني دول الخليج ماشي بحال اوروبا يعني ما كناخذوش فيها يمكن الجنسيه ما كناخذوش فيها بزاف يعني الواحد كيحس بان حقوقه مهضومه اكثر من دول اوروبا وغير حتى انت يعني قاعد هنا 3 سنين ولا 4 سنين ولا حتى 20 عام علاش تنكر الاصل ديالك يعني انت اش غادي تستفيد غتنكر الاصل ديالك غنغن على ود اغنيه ولا على ود دور في مسلسل وبعدين ومن بعد انا نكرت الاصل ديالي عشان ناخذ ديك الحاجه اللي انا بغيت نوصل ليها ومن بعد فهمتيني انا برايي اللي كينكر اصلا ما عنده اصل وبلا ما نضيع وقتنا نهضروا على الناس اللي ما عندها اصل بالفعل كنهضروا على الاصاله المغربيه وعلى العادات المغربيه وكنهضروا حتى على جليله مازال ما مزوجاش وجاوها بزاف نتاع الخطاب من الخليج وما بغاتهمش دابا انا كندير لك الاشاره للمغاربه اللي بغا يتزوج اللي بغا يتزوج اللي بغا يتزوج انا كنطيب حادقة جليلة كاينة علاش ما بغيتيش تتزوجي خديجي عكس اللي قال لك ما بغيتيش تتزوجوا مغاربة والله شوف المباشة يعني هما أحرار يعني هذه مشكلتهم ما عرفت شنو مشكلتهم مع المغرب بشكل خاص يعني ماشي هكاك بس أنا يعني صح أنا طول عمري عايشة في هذه البلاد وطول عمري يعني متربية وكل شيء وقريت هنا بس أنا بغيت نتزوج مغربي انا اليوم يمكن من الصراحه نخدمك مع الوالده يا هي جايه ساقي يعني بالعكس حاجه زوينه اني انا يعني نتزوج ولد دالي صح ولا لا ما عرفتش بس انا بنتزوج مغربي يعني في النهايه انا مردي لبلادي يعني مهما تغربت مهما عشت برا مهما يعني بقيت برا في الاخر اكيد غنرجع لبلادي اكيد يعني هو يعني كيهضر بهضرتي عاداتي وتقاليدي كي يعني كل شيء كيكون بحال بحالي يعني في دار وحده ما كنتخيلش انا ممكن يعني ارتبط بواحد يعني عاداته غير عن عاداتي هضرته غير هضرتي ولادني كيفاش غيطلعوا واش غيهضروا نهضروا بالمغربيه صح فهمتيني صح خلينا نذوق الحريره باش نشوف بعدا واش حد قال لا حادقه انا ضربه هاي حادقه بزاف حادقه بزاف كي جاتك مليحة بزاف صح هو كل زعما دابا دير لي الدعاية دابا باش يجي من الخطاب لا الخطاب غيجوز مغربي مرة الحلقة إن شاء الله إن شاء الله المغرب كله غيعيط لك باقي نكلمو شوية جديدة أنا مازال ما غنيتش مغربي نقول لك الصراحة ولا بنت خالها ولا بنت عمها لا صراحة لا صراحة بصراحة شوف مع اني انا كنبغي المغرب وعندي وطنيه بزاف وكنفتخر بمغربيتي ولكن حتى لدابا انا ما لقيتش الدعم من المغرب انا كنهضر بصراحه وما بغيتش حد يتقلق مني ما لقيتش الدعم ما لقيت شركه انتاج مغربيه يمكن مازال ما عارفينش بان جليله مغربيه لان قليل اللي كيعرفوا بانها مغربيه عارفين مغربيه عارفين مغربيه ودرت لقاءات بزاف و هذا اللي جميل انا كيف ما كتلعبش لقاء كتقولي انا مغربيه انا وعلاش ما نقولش يعني حاجه كنفتخر بها بالعكس علاش ما نقولش هذه جنسيتي هذه انا علاش نبقى نلف وندور ونتنكر ونقول انا ميكس وانا طلعتي في شي قناه مغربيه قبل من غير بزاف تيفي لا بزاف تيفي ما طلعتش في اي قناه مغربيه ولكني غادي ننزل ان شاء الله للمغرب ديما كنقول غادي ننزل لا غادي ننزل في الصيف ان شاء الله بعد رمضان ضروري
وغادي ندير يعني كونتاكت مع يعني الناس تما، ولكني انا مقلقه كما قلت لك ما كانش الدعم المغربي هادشي اللي انا مقلقني يعني، ولكن كل شيء يعني كل شيء هو هذاك ما عندي حتى شي مشكله يعني ان شاء الله. الا كان دعم من نقولوا من القنوات من الاذاعات من شركات مغربيه غتغني مغربي. بالعكس ما الناس دابا كلهم كيغنيو مغربي، بقاو غير الاوروبيين غنيو مغربي، المغرب الاغنيه المغربيه ولات موضه، دابا الخليجيين غنوا مغربي، اللبنانيين غنوا مغربي، بقاو غير الهنود وقلا ما غنوش مغربي. صح وانا ما غنيش مغربي. كنت مؤخرا غادي تكوني في واحد السهره اللي كانت في المغرب، ولكن الاخر لحظه تبدل الاسم ديالك باسم فنانه لبنانيه ثانيه، واش بقى فيك الحال ولا عادي؟ طبعا بقى فيا الحال بزاف. انا على فكره يعني كنت مجد راسي نمشي، وكانت هذه اول نزليه للمغرب، وكنت مجد راسي وفرحانه بزاف، ولكن هذا الشيء اللي حصل اني انا تفاجات ان الناس اللي كانوا مرتبين الموضوع غبروا، وتفاجات ان شفت التصاور ديال الحفله وانا ما بقاش الاسم ما ولكني الخير في ما اختار الله ان شاء الله، نتمنوا لك شي حاجه احسن منها موازين ان شاء الله. ان شاء الله علاش لا، طبعا طبعا ان شاء الله علاش لا، يعني الواحد كيطمح للاحسن ديما ان شاء الله. حتى في الفيديو كليبات مقصره واحد شويه من الفيديو كليبات. انا كان عندي شركه انتاج، كنت يعني كان كي فايز السعيد ساوند، هو كانت شركه الانتاج ديالتي الشركه هي نفسها، خرجت من عندهم يعني كان عقد احتكار؟ مش احتكار، ما يعني باتفاق يعني كان باتفاق يعني رضا من الطرفين، يعني كان كل شيء مزيان، ولكني حصل ان في تقصير وما اتفقناش وخرجت من عندهم. هي اللي كانت الشركه اللي كانت كتنتج ليا اغاني والفيديو كليبات ديالي، ولكني دابا ان شاء الله قاعده كنشوف شي شركه محسن، حيت انا توحشت بزاف التصوير، يعني توحشني نصور فيديو كليب، توحشت الناس بزاف كيلوموني، وانا بالعكس يعني كيسحب ليهم انا تقصير من عندي، انا تقصير ماشي من عندي، بالعكس انا لو من غدا نصور 10 ديال الفيديو كليبات ما عندي حتى شي مشكله ان شاء الله. انا بغيت نسولك كل كليباتك ملاح بزاف واللي عجبني بزاف اللي درتي التالي ادوب ما قبل سكتة تاني بزاف مليح. هذاك صورتي هنا في لا هذاك صورته في بيروت، الاولاني اللي صورته هنا في دبي. ما كاينش خمامش هكا عندك افكار ولا عندك؟ والله عندي بزاف ديال الافكار، قلت لك انا من غدا لو بيدي نصور 10 ديال الكليبات ما عندكش. ما انا رايحه تبدي في الجزائر، ممكن تغني راي وبعدين تروحي للمغرب. شرفني انا بالعكس، هو كي الناس كلها كتعرف انا كنهضر اللهجات كلها، كنهضر لبناني، كنهضر مصري، كنهضر لبناني، كنهضر مصري. انا ما كنتش كتعيط في التليفون كتقول لك كلميني لبناني. لا امي كتهضر بالشلحه، امي بربريه، امي سوريه، وكتفتخر ما كتقولش لي هضري معايا لبناني ولا سوري ولا وات ايفر يعني. اوكي فبالعكس انا كنهضر اللهجات كلها، ولكني حتى لو تلاحظوا عندي في الانستغرام ولا في الفيسبوك كنهضر بالمغربي الدارجه المغربيه. صح انا مش يعني اوكي مع احترامي لكل البلدان العربيه وكل اللهجات العربيه، ولكني انا مش مضطره نهضر مع كل واحد باللهجه ديالو، اللي بغاني يفهمني كما انا اش كنقول، وانا اللهجه ديالي بسيطه اعتقد الناس كلها ولات كتفهم مغربي. وهاد الميزه اللي فيك مليحه، عندك 26 سنه ما خرجتيش من ما رحتيش للمغرب وتحكي مزيان مغربي كانك عايشه فيها. انا يمكن الوالده ديالك معاك هنايا، خوتك هنايا، يعني كتهضروا بالمغربيه عادي. ولكني باي ذا واي يعني انا اكثر وحده كنهضر مغربيه في الدار، يعني خواتاتي المتزوجين كيهضروا يعني مغربي على اماراتي على كيخربقوا، ولكني انا بزاف كنهضر بيور مروكان يعني. كيف ما قالت امال يعني نقدروا نشوفوك شي عمل جزائري او راي مثلا او ممكن ديو مع فنان؟ بالعكس كيشرفني، لا والله كيشرفني، انا كنتمنى ندير عمل جزائري، ندير عمل تونسي، ندير عمل مصري، ندير عمل لبناني، بالعكس كنتمنى ما عندي اي مشكله مع اي لهجه، نقدر دابا ندير لك براكتيس. اش حظك اش غنيه هكا بالراي بالجزائري ما تسمعيش هكا عندك فنان مميز هكا؟ بالعكس الشاب خالد انا كنحماق عليه. الشاب خالد يعني شوفي انا كنبغي الشاب خالد، كنموت عليه. الشاب مامي شكرا. فوديل الشاب فوديل مع انه غبر ولكني كيحمق طبعا، يعني اكثر احنا عارفين دابا اكثر الفنانين اللي حنا تربينا عليهم فنانين جزائريين اللي كانوا طالعين يعني كبار بحال شاب خالد وشاب مامي،
بس دابا ولات اسامي مغربيه طالعه شابه ومشهوره بحال سعد المجرد، رضوان برحيل، كلهم هادو طبعا، حاتم عمور، هادو كلهم طبعا نوجه لهم تحيه، كلهم ما شاء الله كسروا الدنيا، هم اللي خلوا اغاني مغربيه موضه. صح؟ ايه صح. ذكرتي غير الذكور، ما ذكرتيش الاناث. إيه. اسمع النوار دنيا بطنا. اه لا بالعكس، لا حد كنطلب على شي عريس. سعد المجرد انا سمعت انك كنقرب على عروسه، انا مو شوطه. إبليس سينيس مباشر. لا بالعكس، انا قلت لك، لا لا كنضحك، انا قلت لك يعني هما الشباب هادو هما اللي خلاو الاغنيه المغربيه موضه، عرفناهم من خلال الاغنيه المغربيه، ماشي غنوا خليجي مثلا. اسماء المنور كانت كتغني خليجي، وطبعا هي فنانه كبيره وفنانه رائعه، ودنيا بطمه كلهم غنوا خليجي من بعد غنوا مغربي. لا انا قصدي على اللي بداو بالمغربي، اللي بداو بالمغربي وكسروا الدنيا وبداو بالاغنيه المغربيه وحببونا في الاغنيه المغربيه. نعم. علاقتك بالفنانين اللي عايشين هنا، المغاربه اللي عايشين في الامارات، كتلاقي بهم كتتواصلوا ولا؟ ايه يعني هلا خلينا بصراحه، سمعتي الاذى الكذوب. لا ما كنتواصلوش صراحه يعني، ولكن الا شفنا بعض في شي مناسبه كنسمعوا على بعضياتنا، ولكن لا ماشي صحابات يعني، خليني نكون صريحه معك، ماشي يعني اذا كنا في شي بلاصه ايفنت ولا هذا كنسمعوا على بعضياتنا، ولكني انا ما عندي حتى مشكله مع شي حد يعني، في بدون ذكر اسامي يعني، في كم وحده هما عندهم مشكله معايا ما عرفتش علاش، ولكني انا ما عندي حتى مشكله مع شي حد، بالعكس يعني قلبي بيض وكنبغى الناس كلها، ولكني شي العطاقه. كنعرفوا بان حتى دابا الامارات ولاو كيجيو بزاف تاع الفنانين المغاربه، منهم هاد الشباب اللي ذكرتي يعني سعد المجرد، حاتم عمور، احمد شوقي، بزاف تاع الفنانين، محمد رضا، حاتم ايدار، بغيت نزاد حتى شي واحد من الفنانين. قول 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 نزيد اللي باغي يتزوج، انا كاين اللي باغي يتزوج. كنشوفهم مثلا فاش كيجيو بعض الفنانات كيعرضوا عليهم كيخرجوا معاهم كي. عمرك تلاقيتي بشي حد من هاد الفنانين هادو؟ بصراحه لا ما تلاقيتش مع حتى شي حد، قلت لك انا عندي الكونتاكت ديالي شويه ضعيف مع الفنانين المغاربه يعني، ولكني كيشرفني بالعكس يعني، انا كما قلت لك انا كنبغي الناس يعني خصوصا الفنانين المغاربه كنبغيهم ويعني نفسي نتعرف عليهم ونعرض عليهم، بالعكس كيشرفني فوق راسي يعني، نحطهم على راسي من الفوق باش نوريهم بنت بلادهم كيفاش قدعة كما كيقولوا، ولكني ان شاء الله ممكن الجايات تكون كثر يعني ان شاء الله. وما عندكش فنان هكا بريفيري ديك انتيا باش ديري معاه ديو، سواء جزائري ولا مغربي ولا؟ طبعا انا امنيتي يعني اوكي كنبغي كلهم على راسي من الفوق، كلهم كنموت عليهم، كلهم كنحماق عليهم. فنانين شباب؟ لا يعني فنانين اللي طالعين يعني، ما تفهميش غير ما تضحك عليا. اوكي طبعا الشاب خالد من الدرجه الاولى يعني، هذا ممكن حلم يمكن يتحقق ان شاء الله، هذا يسمعك وان شاء الله يقبل هذه ان شاء الله. وبالعكس يعني فنانين المغاربه الشباب كلهم 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 على راسي، وكلهم يعني كما قلت لك شرفوا الاغنيه المغربيه بصراحه. و اللي بغيت زوجها احنا غادي نديرو في الخدمة تاع الحلقة اعلان الزواج. صح. غير اللي بغا يتزوج يخطبك من عندي. من عندك انت، انت اللي تنحتار انا عاد ندوز مالي. هاد الاعلان تاع الزواج درتيه مع بزاف لايف. غير هما بوحدهم. اي صحيح. شغل حصري هذا. طبعا. شنو طالبة في الشروط؟ شنو طالبة في الشروط؟ شوف. يكون مغربي قاح. ماشي قاح بزاف. يكون مغربي، يكون مودرن يعني، يكون هكا. بعد بيني وبينك نقول لك شو ولا كان مغربي وعنده أصول جزائرية كيما انتيا ويكون جزائري في مشكلة، يكون جزائري بالعكس حكا. بالعكس أنا يشرفني يعني، ولكن الشاب خالد ما عمرته مغربية ما عمرته مغربية. لا كنضحك والله، لا كنضحك، ما عارفين أنا كنقشب بزاف، كنقشب هذه كلمة مغربية قحة قشبت واسعة قشبت واسعة، ولكن لا بالعكس كيشرفني يعني، أنا ما عندي حتى شي مشكلة، ولكني مغربي والدول. دابا لاحظنا بان قشرتك واسعه كيف ما شفنا وكيف ما كتضحكي ومتلوقه، علاش ما فكرتيش تدخلي التمثيل؟ بصراحه نقول لك واحد الحاجه، انا يعني تعرض علي اعمال ولكني اعمال خليجيه؟ اعمال خليجيه. وانا يعني ما عزيزش عليا الدراما بزاف، انا عز عليا نضحك، عز عليا فهمتيني؟
تعرض علي عمل خليجيه وتعرض علي كذا عمل، ولكني حتى من حتى واحد فيهم ما شفت لي حاجه كتناسبني انا شخصيا. يعني شوف انا ما طلبش نكون انا يعني بطله رقم واحد في المسلسل، ولكن على الاقل دور كيناسبني انا. فهمتيني؟ في بعض الناس كيشوفوا ان هذه ماشي خليجيه، لا نعطيوها دور ماشي مش ولا بد. لا انا ما كنمشيش يعني ما كنفكرش بالطريقه هذه. حاجه ناسبتني ندير، حاجه ما ناسبتنيش لا نقعد في دار نحسي ليها. يا رب انا كيف ان شاء الله. وتفضل صاحبي، خليتيني نهضر بزاف. وانت انا ما كنت ما نحرم عليك. انا شبعت من هكا كي شفتك شبعت بزاف. ربي يخليك حبيبي وقولي. انا شبعان واخا باقي باقي جاي داك الشيء جاي. شنو قولي جاي؟ يعني ما ناكلش؟ كل ولكن ما تشبعش. كل الغايب. ولكن الحيره ضروري في ال طبعا الحيره ضروري. حصل لك الليمون؟ كنظن باش ما تقولوش اني ما كنعصرش الليمون. لا لا ديري كلش. شكرا. باش ما تقولوش جليله ماشي حادقه كنعصر الليمون. جليله شنو رايك في هذه البرامج نتاع المسابقات نتاع الغناء؟ ما عمرك فكرتي انك تشاركي انت قبل يعني قبل ما تقولي؟ اي شاركت من زمان. شاركتي؟ من زمان يا رحمن. شاركت كنت كان عمري 16 عام. 16 عام. شاركت في زوج ديال البرامج. يلا بغيت نهضر جزائري قلت زوج ديال البرامج. اول برنامج كنت انا تحت السن القانوني ومشيت بوحدي ونجحت، ولكن كانوا طالبين ولي الامر ديالي كانوا رافضين. كانوا رافضين؟ لا ماشي كانوا رافضين، ما كنت قال حتى لشي حد، كنت غادي بوحدي يعني. شوف الجرأة كيفاش. وفي البرنامج الثاني بعدها بعام بعامين او ثلاث سنين والله ما عقل. بعدها ثلاث سنين شاركت في واحد برنامج اخر، ولكني نجحت فيه، ولكني في المرحله الاخرى بدلو سميتي بوحده. انا عرفت يعني الموضوع، بدلو سميتي بوحده اخرى كما داروا في انا قاعدين كنبدلو سميتي. قاعدين كنبدلو سميتي عبد الله، علاش؟ فهذا الشيء اللي صار يعني. بس الحمد لله على كل حال يعني، عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. بس مؤخرا مجموعه تاع الاغاني اللي كانوا سينجل، ولكن الفيديو كليبات باقيين كيف ما قلنا باقيين محصورين. شكون هما الفنانين اللي تبغي تعاني معاهم مثلا من كتاب كلمات من ملحنين في الفتره الناجيه ان شاء الله؟ شوف بصراحه انا حابه نتعامل يعني مع، هو حاليا انا حابه ندير اغاني مغربيه يعني، درت خليجي وتعرفت في الخليج يعني، بس انا يعني بغيت ندير اغاني مغربيه، بغيت ندير اغاني عربيه. مصري لبناني مثلا ممكن، ولكني من الدرجه الاولى اغاني مغربيه. مغربية. من الدرجه الاولى حابه نتعامل مع يعني كذا اسم يعني، هم اللي بصراحه ناجحين دابا يعني من الفنانين الشباب. ايوا طلع لي ملحنه امراه، طلع لي دابا ملحنه امراه يلا ونتعامل معاها. انا كنقول ملحن الشباب كنضحك. كاين كاتبات كلمات. كاتبات؟ كتبوا الكلمات بصح؟ ماشي مشكل نتعامل معاهم يلا باش ما تتقلقش. بالعكس انا حابه ندير يعني اكثر حاجه، اذا ان شاء الله غادي ندير اغنيه مغربيه غادي تكون ان شاء الله باذن الله. كنت غندير واحد الاغنيه مغربيه ولكني ما اتفقتش مع كان في شركه انتاج وخلاص غادي نديروها، ولكني فركشنا ما اتفقناش، كانوا هما حاطين شروط تعجيزيه جدا 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 وما اتفقناش، وكنا خلاص يعني صافي بقينا شويه نسجلوها الاغنيه وغادي نصوروها، وكنت انا حابه نصورها في المغرب على فكره يعني بالتراديشنال يعني اللبس المغربي الاصيل ماشي، ولكني ما صارش. وان شاء الله دابا بعد رمضان باذن الله يعني غادي نقعد مع ناس يعني نتفق معاهم وغنشوف يا ربي خير ونرسع على بر كما كيقولوا ان شاء الله. دابا انت اول مره غادي تهبطي المغربيه ان شاء الله في هذه الفتره هذه اللي مور رمضان ان شاء الله. حاسه بانك غادي تلقاي توصلي يعني للناس اللي غيعاونوك في المجال الفني؟ طبعا 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 ان شاء الله. من مورا هذا الاشهار اللي دارتو اكثر من هذا الاشهار. لا طبعا طبعا انا يعني انا متاكده ان في ناس بزاف غادي يستقبلوني في المغرب. ماشي انا قامت كنت ما كنهضرش بغرور، بالعكس انا شفت محبه الناس ليا في 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 التواصل الاجتماعي. الناس كيبغوني بزاف في المغرب، والله ما توقعتش ان في ناس بالطريقه هذه كتبغيني، مع اني انا يعني ماشي ما خدمتش بزاف في الوسط الفني. فهمتيني؟ الظهور كيكون قليل. بالضبط. شفت محبة الناس كبيرة، وبالعكس أنا يعني متأكدة لما مشيت إن شاء الله نزلت المغرب بعد رمضان إن شاء الله غادي تجي في حاجة زوينة بزاف إن شاء الله. هذا هو اللي بغيناه، وحنا دائما معاك بزاف تبي دائما معاك طبعا. أي جديد أي حنا هما الأولين طبعا ديما لينا طبعا إن شاء الله. إن شاء الله وفقنا يلا أنا عرفت عليك.
انت اللي درت الحريره؟ لا درتها اختي. لا انا اللي درتها. انا ولك الله يعطيها الصحه. ولكني صار لي زمان ما كليت بحال هذا الحريره. صح؟ ايه صح شكرا. طبعا البيض حنا ما في الجزائر عندكم البيض هو ال نو ماشي حاجه مع الحريره البيض. البيض؟ حنا ضروري عندنا مع الحريره. لا حنا البوراك. شنو هي؟ البوراك. شنو هي؟ اسمها دوك الورقات الخفاف وكنعمروهم بالجبن ولا اللحم المفروم. اوكي بوراك. بوراك. هذه تركيا صح؟ ايه. اوكي. فوالا. شتي راه كنعرفها انا. طبعا هادو الرغايف المسمن صح؟ بالعاده كتفطري دائما بفطور مغربي؟ بالعاده احنا ممكن يعني ديما فطورنا مغربي ممكن فطور حتى شي حاجه ماشي مغربيه. انا شرط عليهم هنا في الدار ما تدخلش حاجه ماشي مغربيه للدار. تبصيلك هادو رغايف بالزبده والعسل. غير وحيدة بركة. لا لا جوج. بغات تغلطيني؟ خصك تغلط. انا ديال الريجيم هذا رمضان. خصك تغلط اصاحبي. شكون كيدير رمضان ريجيم في رمضان؟ ما عاد عارف. رمضان في الريجيم. شكون كيدير رمضان في ريجيم في رمضان؟ انت درتي انت ضعفتي بزاف. ايه ضعفت بزاف. انا ضعفت. لا انا ضعفت ولكني ما درتش ريجيم والله ما درت. هكاك. حتى شوف في اللوك تاع دليله تبدل جليله تبدل بزاف على كيفاش كنتي في الديبيتون. في على فكره في ناس بزاف ما كيعرفونيش واش انا هي جليله حيت كان شعري كحال كنت بدلتي اللوك ملامح ديالك التغيرات ضعفت. علاش تبدلت فيك؟ تبدلت بزاف هذه حيت في نقول لك واحد الحاجه دابا انا ضعفيت ولكني بصح والله ما درت الريجيم ولو كنت دير الريجيم غادي نقول لي درت الريجيم. انا شفت واحد الفيديو ديالك في سناب شات كتاكلي غير السلطه الليل وغير الفخويه وغير هذا كيتعتبر ريجيم؟ لا ولا كتغلقي في الغداء؟ كنغلق في الغداء الصراحه كنضرب يديا. يعني كتاكلي اكل صحي المفروض واحد العشاء ما يتعشاش. لا شوف في سناب شات فاش كنت كنصور كانت جوج الليل فاكيد ما غاديش ناكل مرقه ولا ناكل نضرب يديا في الرفيسه صح فكان يعني تشهيت لا يعني سلطه سلطه فكليتها. ما انا ما عنديش مشكله يعني مع الماكله بالعكس بس بعد جوج ولا الوحده الليل ما نقدرش نفسيا ما نقدرش ناكل الناس. لا لا تي ديالك تبارك الله ربي يخليك. سمعتوه؟ لا بس في واحد الحاجه بغيت نعلق عليها زوينه ودلوعه وظريفه وحادقه. لا لا حادقه شويه شويه حادقه شويه حادقه حادقه صح حادقه بزاف. ربي يخليك احمد ربي يخليك. تشرفنا بزاف بيك. انا تشرفت كثر وانا يعني فرحانه كثر يعني انك جايه من بلاد اخرى على ودي يعني هذه حاجه. اي جيت من بلادك نورمالمون هذيك ثاني بلادك بس هذه حاجه تكفيني وزياده يعني من دابا حتى العام الجاي بقى نذكرها. بالعكس حاجه ما تنساهاش والله. لا ومن غير يعني كان ما شاء الله بزاف نتاع الناس اللي كانوا باغيين يصوروا معنا اليوم ولكن انت كتعرفي بان يعني دول الخليج شويه صعاب انهم يطلعوا في التلفزيون هذه كان لنا الشرف ان امن معنا اليوم. بالعكس حاجه زوينه يعني بالعكس في ناس اوكي كيبغيوني بس موجودين هنا كيشوفوني بين فتره وفتره ولكن هي جايه من بلاد اخرى. بالعكس هي الاولى والله. ان شاء الله نديروا لها قناه تبقى معنا هنا ديما ان شاء الله يا رب. ان شاء الله عندي هنا في الدار. صراحه ما سخيناش بك جليله والله يكبر بك كما كبرتينا اليوم. باقي الحال باقي الحال؟ والله خليك. ما حسيناش جديده كيفاش كتكملي الفطور كيفاش مور الفطور سهرات تاعك اسكو عائليه تخرجي ما في رمضان بصراحه يعني بكل امانه انا يعني الحمد لله كنصلي طول العام الحمد لله. في ناس كيصليوا في رمضان صح في كثير ناس انا كنصلي طول العام الحمد لله. في رمضان انا يعني طبعا بعد التراويح عاد كيبان لي شنو ندير واش نقعد نتفرج في التلفزيون واش نمشي مثلا ما كنبغيش نقعد في قهاوي بصراحه في رمضان لان يعني رمضان عندنا العام كله نديروا اللي بغينا صح. واش هاد الشهر هي اللي هو اللي ما قدرتوش ما تقدروش مثلا تقعدوا شويه تثبتوا في الدار فإلى ما عندي ما ندير ممكن نجيب شي حاجه ضروريه شي حاجه. طبعا رمضان فل ماكله يعني كنخرج نجيب ماكله ونرجع اذا في شي حاجه طبعا ناقصه
بس اكثر حاجه كان قاعد كنت اتفرج في طبعا تعرف المسلسلات اكيد وبعد التراويح ماشي مش كنت تفرج دوزان بزاف ولا لا بزاف تبي لا بزاف لا لا شغل هذوك لي بروغرام مغربيين شغل يديروهم بزاف هكا كنت تفرج على كل شيء يعني ما عنديش حاجه معينه كنت تفرج فيها كنت تفرج على المسلسلات العربيه طبعا كنت تفرج على بزاف تي في ترجيلهم بزاف اللي ما لقيناش عندك والله ما كاين عندي شغل ندير لا اليوم ما نخرجوا تندخلوا هذا قلتها لي صح وبغيت نشوف راسي عباد الله ضروري نشوف القعده اللي حلقه ان شاء الله كنشوف كنتفرج على البرامج كلها ما عندي حتى شي مشكله مع يعني مع اي مسلسل تفرجي سميره طياب الحلاوي وجنان لالا صح جنان لالا وكيلا كل هذا الشيء درتيه من جنان لالا واش من جنان لالا جنان لالا برنامج برنامج على قناه جزائريه سميتها سميره بس يعني برنامج طبخ ديال الطياب كيديروا الغايب وحنا كنديروا لهم الاشهار دابا وحنا طبعا انا كنتعلم منهم وكندير لكم صح اللي زبون بجليله هما اللي في قلبها كطلع يعني عادي والله العظيم والله بغيت نسولك على السحور ديالك واش كتسحري وعاد يعني كتعشي عشاء وسحور ولا كتوضي بالسحور لا 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 انا ما كنت يعني عاده ما كنتسحرش او عاده هو عندي عشاء يعني بعد الفطور كنقعد طبعا شويه الحريره شويه ديال البيض شويه حتى الجوايه مثلا الوحده ديال الليل الوحده ديال الليل عاد كنبدا بعد الوحده ديال الليل كنتسحر ليا بزاف هاد الحريره شويه ديال الغايب يعني شي حاجه خفيفه ولكن ما كنبغيش هي مره واحده ماشي جوج مرات في ناس كيتعشاو كيتسحروا يعاود تسحروا بحال اللي غاديين يجهدوا انت كتجمعي كلشي كلشي مره واحده صح انتيا بون انا ثاني عندي شغل ما ناكلش بزاف في لو طون تاع الافطار بعد ناكل انا ملي شغل كونسوم لي فروي بزاف انا ناكل لي فروي بزاف خصوصا في رمضان اي باسكو نهار كامل ما تقدرش تاكل حاجه ثقيله صح اي صح هذاك هذا صح لا الواحد اصلا في رمضان قالوا لازم تشرب عصاير بزاف فروت الماء حيت الواحد بحالنا تعرف كان نوض من الصباح كنمشي كنمشي كنبنيو كتلعب الرياضه في رمضان لا 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 وابغى رمضان مور رمضان كنمشي يعني مشي بزاف بس كنمشي يعني ما كنلعبش رياضه ولكن في ناس بغيت نقول واحد الحاجه المهم غير الموضوع لا لا قوليها لا لا انا بغيت نقول واحد الحاجه باش نسمعوها في ناس بزاف كيسحب لهم انا درت ريجيم ولكني انا مش يعني اوكي انا ضعفت يعني يمكن صغرت شويه فهمتيني الا انا درت ريجيم غادي نقول درت ريجيم ما عندي حتى شي مشكل ما عنديش حتى شي عيب واحد هنا يمكن كيخلي الواحد ما ياكلش بزاف ما فكيسحب ليهم صح بالضبط فكيسحب ليهم ان انا لا كنكذب وشنو عيب في الريجيم عادي يعني انا قما درت مثلا عمليه تجميل وقلت قما درت فهمتي يعني بالعكس انا صريحه انا كنقول عادي ما عندي حتى شي مشكل دائما صريحه ودائما ان شاء الله الجديد ديالك غادي يكون معنا ودائما الصراحه ديالك تكون معنا في بزاف تزين ان شاء الله ما سخيناش بك اليوم ولكن باقي ما غاديش تمشيو باقي قاعدين مالكم نختم الحلقة ونبقى يلا مادام كاين الماكلة مغربية حنا باقيين طبعا باقي كاين العشاء هذا غير طول هذاك الشيء خفيف باش ما نشبعوش ونغلقوا باش عاد نقطعوا حنا طرح الفجير ما تنعسوش هنا شكرا ربي غنصوروا الحلقة الثانية غدا معك تايا بصح نخلي لك جليلة كلمة للناس اللي كيشاهدوك على بزاف طبعا انا فرحانه بزاف ان هما موجودين عندي والله وبالعكس فرحوني واسعدوني خصوصا امل اللي جات من الجزائر وسمعت واحد الكامل طبعا كنقول لك عبدو وكنسى عبدو كنقول لك كيمو بجوج وبالعكس اسعدتوني ويا رب تكونوا قبلتوا علينا بالعكس ويا رب يكون عجبكم الحين انا طيبتها اللي انا ماشي طيبتها مش انا طيبتها وشوفوا كل جديد على قناه بزاف تي في وانا كنبغيكم بزاف رمضان كريم ومبارك وعشركم كل عام وانتم بالف خير Thank you.